جزاكم الله خيرا. فضيلة الشيخ، ذكر الله عز وجل في القرآن حزب الرحمن وحزب الشيطان، فهل حزب الرحمن يدخل فيه 73 فرقة، وكذلك حزب الشيطان يدخل فيه فرق اليهود وفرق النصارى؟ وبارك الله فيكم. حزب الرحمن وصفهم الرسول صلى الله عليه وسلم، وهم الفرقة الناجية. قال صلى الله عليه وسلم: وستفترق هذه الأمة على 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة. قالوا: من هي يا رسول الله؟ قال: من كان على ما أنا عليه وأصحابي. هؤلاء هم حزب الرحمن، أهل السنة والجماعة. أما الفرق المخالفة والفرق الضالة فهذه ليست من حزب الرحمن، هذه فرق ضالة. نعم.